الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله حمدا يليق بعظمة وجمال وجلال ربنا سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم بارك لنا في شيخنا. اللهم ارزقنا الأدب معه يا رب العالمين. اللهم جازه عنا أفضل ما جزيت به شيخا عن مريديه. اللهم إنا نسألك لشيخنا أن تعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعل قلبه على قلب سيدنا رسول الله. اللهم اجعل قدمه على قدم سيدنا رسول الله. اللهم اجعل حقيقته على حقيقة سيدنا رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تبارك في فقرائه وفي محبيه وفي كل من تعلق به يا رب العالمين. اللهم انفع به العبادة والبلاد. اللهم انفع به العبادة والبلاد. اللهم آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأما بعد، فمن محاسن التشريع الإسلامي مشروعية الصوم، فقد فرضه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، وخصه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله من أركان الإيمان، وما شرعه الله سبحانه وتعالى من أجل تعذيب خلقه للجوع والعطش وتحميلهم مشقته، بل شرعه سبحانه وتعالى لحكم عظمى وفوائد كبرى يتجلى فيها ويظهر فيها معاني حسنه سبحانه وتعالى وإحسانه. فمن أعظمها وأجلها وأغلاها أنه أن الصيام يوجب التقوى، والتقوى هي حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والتقوى هي الحكمة المقصودة من الصيام، وهي الحكمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال في سورة البقرة الآية 183: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحق أن كل الحكم والفوائد والخيرات التي تستفاد من الصوم كلها راجعة إلى التقوى، لأن التقوى جامعة لكل الخيرات، لأن التقوى رأس كل الخير ورأس الأمر كله. ومن أراد أن يتحقق بالتقوى ويستعان بها فعليه بالصيام، لأنه لن يستعان على التقوى أحد إلا بالصوم، فبه يتحقق الإنسان بمقام التقوى. ومن تحقق بالتقوى فقد استحق أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من عذاب النار. فالصيام كما قال صلى الله عليه وسلم جنة، أي وقاية من عذاب النار، لأن الصائم في صومه يترك الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات والملذات. ومن محاسن الصوم أيضا أنه يربي النفس على الصبر، ويعودها على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل. فهو يجمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على المأمور، والصبر على المحظور، والصبر على المقدور. ومن استكمل هذه الأنواع الثلاثة من الصبر فقد استكمل حقيقة الصبر، واستكمل وبلغ ذروته القصوى. فيكون صبرا على المأمور بأن يكون الصائم حابسا نفسه على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ويكون صبرا على المحظور لأن الصائم حينما يكون صائما يكون مجتنبا لكل ما حرمه الله عليه، وصبرا على المقدور لأن الصائم يصبر ويرضى بما قدر الله له من المشاق والعطش والجوع في سبيله سبحانه وتعالى. ومنها أنه يعود النفس على امتثال أوامر الله تعالى وإخلاص العمل له ورجاء ثوابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. يعني من صام رمضان مصدقا بفرضيته ومحتسبا
ومريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى بريئا من الرياء والصمعة، فإن الله سبحانه وتعالى سيتكرم عليه ويتجلى عليه باسمه الغفور ويغفر له ما مضى من ذنوبه. ومنها أن الصيام وسيلة للاستعفاف وضبط النفس عن هيجانها وإطفاء نار شهوتها وتضييق مسالك الشيطان فيها ووسوسته، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما نصح الشباب الذين لم يستطيعوا الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه وسيلة عظيمة لجهاد النفس، هذا الجهاد الذي هو أعظم الجهاد وأكبر الجهاد، وذلك لحملها على اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه الحق سبحانه وتعالى، ومنعها من حظوظها وشهواتها محبة لله وطاعة له وإثارا لمرضاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فهنا الصائم يتعود ويمرن نفسه على وقهرها على أن تنضبط وحتى تنقاد للعكوف في حضرة مولاها سبحانه وتعالى. ومنها أنه وسيلة لتزكية النفس من شهواتها وتطهيرها من أضرانها، لأن الصائم يدع أحب الأشياء إليه من الطعام والشراب والشهوات، وكل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع المرء شهوته، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ومنها أن الصيام يورث خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه سرا فضلا عن العلانية، لأن الصائم لا يطلع عليه أحد بمجرد فعله إلا الله، فبإمكانه أن ينتهك حرمة الصوم ويفطر دون أن يراه أحد من الناس، لكن يترك ذلك خشية من الله سبحانه وتعالى. فالصوم يعطي للإنسان التحقق بمقام المراقبة لله عز وجل. ومنها أن الصوم جنة يحفظ صاحبه من الآثام ويعصم جوارحه من الوقوع في الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، رواه البخاري ومسلم. فالرفث هاهنا معناه الفحش والخنا، والجهل هو السفه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وفي هذا كله ترويض لنفسه وحملها وتربيتها على التخلق بالأخلاق الحسنة والتخلق بالحلم والآنات وتحمل الأذى عن الناس، وكذلك يمنع الإنسان نفسه من أن يؤذي الخلق الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه يطهر النفس من الشح والبخل ويربيها على الجود والكرم، كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، رواه البخاري ومسلم. فحري بالمؤمن أن يتبع ويقلد حبيبه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، ويعلم نفسه ويدرب نفسه على الكرم والجود، حتى يتخلص من مرض البخل الذي هذا المرض المبعد عن الحق سبحانه وتعالى. ومنها أنه يحمل النفس على التسابق في الخيرات والتنافس في الأعمال الصالحات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، رواه الترمذي وابن ماجه. فكل هذه الحكم وهذه المعاني التي يتعلمها الإنسان في رمضان، فرمضان عبارة عن مدرسة لتزكية النفس وتطهيرها من الآثام والذنوب، لأن الصيام هو الذي يطهر النفس من خبائثها،
هذا إن صامه الإنسان على حقيقته وحفظ فيه جوارحه وبواطنه عن الالتفات لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه بعض الحكم والمعاني التي يجنيها الإنسان من الصوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه النسائي وأحمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق الصوم، وأن يرزقنا تهذيب أنفسنا، وأن يزكي لنا أنفسنا، وأن يحقق لنا حقيقة المعاملة معه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شيخنا وتزيده بسطة في العلم والجسم، إنك على كل شيء قدير، وتحفظه في بدنه يا أرحم الراحمين. آمين آمين.